السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة توب 7 مينوت ولا 7 دقائق. ومرحبا بكم في ربع تاي. الوجبة معروفة عند المغاربة سميتها الكرعين، أو عند المصريين أو السوريين كوارع. وهذه الوجبة مهمة جدا، سأذكر وصفتها فيما بعد، ولكن أذكر أولا فوائدها الصحية والمفيدة. وحنا ما يمكن ليناش كمغاربة من ناكلها بلا ما نشرب واتاه. يلا بالصحة والراحة. يلا ونقدم لكم دابا الفوائد المهمة وبالضبط لهشاشات العظام. أولا تنقطعوا الكرعين قطع صغيرة جدا ليسهل طبخها جيدا باش تكون طيبة مزيان. هاد الوجبة غادي نذكر أهم الفوائد ديالها، وليش اختاريتها بالذات في القناة ديالي، لأنها مفيدة للمفاصل وهشاشات العظام. انظر إلى الألياف الكثيرة الغنية بالألياف والدهون، تساعد الأمعاء من التخلص من السموم المتراكمة، فهي وجبة غنية بالألياف وتساعد في التخلص الكبد من السموم. هذه الوجبة مزيانة يعني جيدة ومثالية لكبار السن الذين يعانون من أمراض المفاصل والروماتيزم، لأنها غنية بمواد جيلاتينية. انظروا هذه المواد الجيلاتينية راه كنز في هذه الوجبة هذه، فهي تساعد على نضارة البشرة وتساعد على حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من الرطوبة ديالو. الآن غادي نبداو بالوجبة اللي هي غادي نجيبو طنجرة كبيرة الحجم، نضعو فيها قطع كوارع البقر، وممكن أن نضعو حتى الغنم. إنه نفس الوصفة، نضع قليل من الملح، ثم بعدها ملعقة، ثم ملعقة من الزنجبيل أو السكنجبير، وبعدها ملعقة أخرى أو نصف ملعقة من الإبزار، وهو معروف أيضا بفوائده الفعالة في هشاشات العظام. نصف ملعقة من القزبر الجاف أو القزبر اليابس، ونصف ملعقة من الكمون المطحون، وممكن إضافة كمون حبوب، قليل من زيت الزيتون، ربع كأس حسب الذوق، وثم حفنة من الحمص. ممكن استغناء عن الحمص، فهي غنية أيضا بهيدروكربورات، لذلك لمن يعاني من مشاكل القولون العصبي أو مشاكل في الهضم يستغني عنها فقط. الكوارع تحتاج إلى فص من الثوم، نضع قليل من الفص، 4 أو 5 من الفص الثوم، فنشويها على الفرن. من الأفضل أن تكون طرية، فهي أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي طبيعي سبحان الله. ثم نقطعها قطعا صغيرة جدا، وممكن أن نحكها، فأنا أفضل تقطيعها جيدا لأنها تكون سهلة بعد شيها في فوق الفرن على نار هادئة. بعد تقطيعها نضعها في طنجرة ونضيف قليل، ونضيف بصلة. البصل معروف بفوائده الصحية. نقطعها جيدا قطع صغيرة،
البصل معروف بفوائده وتقويته للمناعة الجسم، نضيفها على الطنجرة ونضيف القليل من السمن البلدي أو قليل من الزبدة، ملعقة من بابريكا أو التحميرة الحمراء، ملعقة من الخرقوم أو الكركم الأصفر، ومن أفضل إن كان الزعفران الحر فهو أفضل، قليل من الماء، لتر لتر من الماء، لأن الكوارع تحتاج إلى مدة طويلة في الطهي، فإضافة الماء لا يؤثر على الذوق، تكون كمية الماء على الشكل بهذا الشكل، لا يجب أن نتركها غارقة بالماء، ولكن نضعها تقريبا ثلث الماء، ثلث نسبة الكوارع، في الفرن متوسطة الحرارة، لأن مدة الطهي قد تصل إلى 3 ساعات. فوجبة أكلة الكرعين تحتاج مدة طويلة. هذه الطريقة مراكشية 100%. لا تنسوا الإعجاب. نحكم إغلاق الطنجرة جيدا، ثم نتركها لتنضج. نضيف قبل أن أنسى، نضيف قليل من الزبيب، العنب الجاف، إن من فواكه الجافة ممكن الاستغناء عنها. هناك من ذوقه لا يحب أن يخلط بين الحلو والمالح، لا مشكلة. نضيف القليل من القرفة، القرفة ممنوعة بالنسبة للحوامل، فهي تزيد من الضغط الدموي. نغلق جيدا الطنجرة جيدا ونتركها 3 ساعات. الآن بعد مرور 3 ساعات تبدو طازجة، ما زالت فيها كمية من الماء، نتركها تتخثر قليلا لنتأكد من طازجتها. نأخذ قطعة من الحمص، إنها جيدة. قطعة قرعين غنية بالدهنيات والبروتينات، هذه الوجبة كافية بالنسبة للفرد، وهي تعطيه كل حاجيات الجسم من بروتينات، من فيتامينات B12، B9، من المعادن، غنية جدا جدا جدا، لا تشعرك بالجوع، لذلك هي صعبة في الهضم. هذه الوجبة كلها أكلة كافية تقريبا لأربعة أشخاص، كيلو واحد، إنه كيلو واحد من الكرعين كافي لـ4 أشخاص. نقدم الكرعين في صحن التقديم، هذا هو الجيلاتين. الطبيعي مفيد للشعر والأظافر ولنضارة البشرة ويعيد شبابها، إنها لذيذة جدا جدا ورائعة، لقد تذوقتها.
أتمنى أن تعجبكم. نضع كل القطع الآن في صحن التقديم. الآن انظروا مدى لزوزتها. كل هذه القطع غنية بالدهنيات والجيلاتين والألياف، لذلك يصعب هضمها بسرعة. فهذه الأكلة لا أنصح أكلها يوميا أسبوعيا، ولكن فقط مرة أو مرتين في الشهر. تقوي الدورة الدموية وبناء الخلايا وتجديدها لاحتوائها على البروتين والفيتامينات، لذلك فإنها وجبة شتوية. بالنسبة للشاي كأس الشاي أفضل بالنسبة للمرضى السكري إضافة العسل فقط، من الأفضل العسل وبدون السكر الأبيض. وبالصحة والراحة، وعباشركم مبروكة، أدخل عليكم بالصحة والعافية وما تمنيتوا إن شاء الله. هذا الفيديو لا أنصحه بالنسبة للهنود الهنديين من الديانة الهندوسية. إخواني أخواتي، دواؤنا في غذائنا. في صورة أقدم لكم في صورة الحج الآية 28 يقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لذلك أخواني، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تبخلوا علينا بتفعيل الاشتراك وتشجيعاتكم.